الجهه اليسرى لفائده فريق الفتح الرياضي. الرشاد على مستوى خط الدفاع اليوم الياسر حداد عبد الرحيم الشاكر اكيد في ظل مغادره الكابيتان السابق بدر منون لفريق الهلال المصري. بدر منون الذي توج امس بلقب كاس مصر رفقه الاهلي المصري وكذلك عاش فرحه يوم التتويج بلقب دوري ابطال افريقيا اللقب الذي كان يتمناه بنون رفقه فريق الرجاء الرياضي. الرجاء الرياضي نعلم بانه موسم كان موسم استثنائي الموسم الماضي. الوصول لدور النصف نهائي دوري ابطال افريقيا تتويج بلقب البطوله الوطنيه في انتظار موعد لا يقل اهميه عن المواعيد السابقه وهو اياب نصف نهائي كاس محمد السادس للانديه الابطال. سنعود للمعلومه سنعود للمباراه المهمه للرجاء الرياضي في انتظار تنفيذ ضربه الخطا من جانب عناصر فريق الفتح الرباطي. التنفيذ سيكون من جانب رضا الشعري واحد من المكاسب الكبيره في تشكيل فريق الفتح الرباطي. سيتولى تنفيذ ضربه الخطا مع بدايه المباراه